نادرة، انت ليه بتتحركي على طراطيف صوابعك كده؟ عشان حضرتك بتجرى. يا سلام، بحس ان الجراية استغفر الله العظيم زي الصلاة. ده ايه الكلام اللي احلى من اللي انا بقراه ده؟ مقلتليش بقى اخبارك الجديدة ايه بعد ما نزلت تحت؟ زي ما انا عند خديجة هانم كنت مبسوطة وحاسة ان مش مطرحي، وجنب ابوي مبسوطة وحاسة ان مش مطرحي برضو. هتعود، انا مش مولودة فوق يعني. زعلانة؟ الهانم كتر خيرها انعمت علي وخلتني جنبها، ليه انسى روحي وازعل على حاجة مش من حقي اصلا؟ كلامك مترتب وعقلك حلوة يا نادرة. وحضرتك كلامك شبه جواباتك. نادرة، انت كنت بتقري جواباتي؟ اقراها بس، ده انا حفظتها من كتر الجراي. حفظتيها كمان؟ قد كده جواباتي كانت بتعجبك؟ لا، اوامر خديجة هانم، اجري تاني اجري تاني. قصدك خديجة هانم زهقتك بجواباتي؟ لا مش قصدي، قصدي جارتها كتير، امي الحبيبة خديجة هانم. الحرب تحصد الأرواح يا أمي، ونجرة وهي تعجب. تأمر بحاجة؟ عن إذن حضرتك. تفضلي.